بسم الله الرحمن الرحيم. ننتقل بقى يا شباب للكلام عن النوع الثاني من انواع الستورد بروجرام يونتس وهو الفانكشنز. لو تذكر احنا دلوقتي مرينا باثنين فيديو قبل الفيديو ده. اتكلمنا فيه عن الستورد بروجرام يونتس يعني ايه وايه الميزات او الخصائص بتاعتها عن الاكواد العاديه، ثم تكلمنا بالتفصيل عن النوع الاول من انواع الستورد بروجرام يونتس وهو الستورد بروسيجر. الفيديو دوت هنركز فيه في الكلام عن الفانكشنز. طيب يعني ايه الفانكشن؟ قال لك الستورد فانكشن او بيسموها اليوزر فانكشن او اليوزر ديفايند فانكشن is a set of PLSQL statements you can call by name. واحدة واحدة. أولا يعني إيه user function أو user defined functions؟ user defined function معناها function اليوزر أو البروجرامر هو اللي أنشأها، هو اللي عملها بإيده، هو اللي كتب الكود بتاعها وهو اللي سماها كمان. طيب اليوزر ديفايند فانكشن دي معناها ان في بيلت ان فانكشنز. اه طبعا الاوراكل فيها بيلت ان فانكشنز او فانكشنز جاهزه انت ما عليه غير انك بتستدعيها فقط. معقول الكلام ده؟ ايوه، وانت جربته بايدك. اما كنا بنعمل نسلكت الماكسيمم بتاع السالري او نسلكت المينيمم بتاع السالري او نعمل سلكت للصم بتاع السالري، فاكر؟ اي لو مش فاكر انا ممكن افكرك بسرعه. فاكر الجمل دي؟ كنا مثلا نقول كده سلكت الصم بتاع الراتب from الجدول اللي اسمه M مثلا. اهو كنت هنا تلاقيه جمع لك مجموع الرواتب وجاب. فالصم دي function والماكسيمم function والمينيمم function، فاكر الحاجات دي؟ حتى كنا ساعتها بنسميهم الاجريجيت function او كنا بنسميهم السامري functions، صح؟ فاذا الاوراكل بتحتوي على بلت ان functions موجودين وجاهزين، لكن انا في اوقات ببقى عاوز اعمل فانكشن تؤدي وظيفه معينه ليا، عاوز افصل فانكشن مناسبه لاحتياجاتي انا، تعمل لي شيء معين الاوراكل ما بتعملوش، فبلجا ان انا اعمل فانكشن بايدي. دي اللي بيسموها بقى اليوزر ديفايند فانكشن او الايه الستورد فانكشن. فاذا اما نرجع بقى للسلايد، فهو بيقول ان اليوزر ديفايند فانكشن او اليوزر فانكشن هي عباره عن PLSQL statements، جمل PLSQL you can call by name، ودي زيها زي اي stored program unit. اما اتكلمنا على stored procedure قلنا كده برضه مجموعه من الجمل بتؤدي تاسك معينه او وظيفه معينه وبديها اسم، ووقت ما اكون عاوز انفذ الجمل دي ما عليا غير اني بستدعي الجمل دي بالاسم اللي انا اديته لها، صح؟ طيب الستورد فانكشن زي الستورد بروسيجر بالظبط، بتتخزن في الداتابيز وبالتحديد في الداتا ديكشنري بتاع الداتابيز، وبتبقى متاحه لاي يوزر عنده بريفليج ان هو يستدعيها ويستخدمها، وبالتالي عشان هي بتبقى سريعه في التنفيذ لان هي اتفقنا ان الكود بتاعها بيبقى خلاص جاهز بري كومبايلد جاهز اساسا، وبالتالي فالاستدعاء بيبقى سريع. الحاجه الثانيه بتوفر حته اليوزابيلتي ان اي حد يقدر يستدعيها، وكتبت الكود مره واحده او استدعيه اكثر من مره بمنتهى البساطه. طيب الستورد فانكشن ار فيري سيميلر تو بروسيجر، يعني الستورد فانكشن زيها زي البروسيجر، كود مكتوب لتاديه تاسك معينه او وظيفه معينه. امال ايه اللي بيميز الفانكشن عن البروسيجر؟ اهو الحاجه المهمه جدا ان الفانكشن ريتيرنز ا فاليو تو ذا انفايرمنت ان ويتش ات از كولد. الفانكشن لازم يكون ليها ريتيرن فاليو. يعني ايه ريتيرن فاليو؟ يعني لو انا جيت استدعيت الفانكشن دي من خلال برنامج، بعد ما يتم استدعاء الفانكشن دي وبتتنفذ لازم ترجع لي قيمه معينه للبرنامج اللي ناداها ده، خدت بالك؟ يبقى انت لو كتبت فانكشن معينه وحبيت تستدعي الفانكشن دي، الفانكشن دي بعد ما يتم استدعائها وتنفيذها لازم تعمل ريتيرن فاليو، لازم ترجع لك قيمه للبرنامج بتاعك. ده ما كانش حاصل في البروسيدير، صح؟ الستورد بروسيدير انا كنت بعمله ومجرد ان انا بستدعيه او بنفذه باكسكيوت خلاص بيتنفذ وخلاص، ما بستناش منه قيمه ترجع لي. الفانكشن بتتميز بالنقطه دي زي ما احنا عملنا هنا. لو بصيت هنا اما جيت انت عملت سيلكت وناديت الفانكشن اللي اسمها صم، اتنفذت وجمعت لك الراتب ورجعت لك قيمه هنا، دي اللي بنقول عليها بقى الريتيرن فاليو. خلاص واضح؟ يبقى اي فانكشن لازم تكون بتريتيرن فاليو. اللي بيميز الفانكشن تحديدا عن البروسيدر هي النقطه دي، ان البروسيدر ما بتريتيرنش فاليو لكن الفانكشن لازم تعمل ريتيرن لفاليو.
ماشي؟ طيب ازاي ننشئ الفانكشن؟ بمنتهى البساطة كود زي اللي انت كتبته اثناء انشاء البروسيدير بالظبط. انا بقول كرييت اور ريبليس وبكتب كلمة فانكشن، واتفقنا يا جماعة ان كرييت دي الاساس، اور ريبليس دي بتبقى اوبشن وبضيفها عشان ايه؟ برافو عليك، عشان لو انا عامل فانكشن بنفس الاسم الاوراكل تعمل دروب للفانكشن القديمه وتنشئ الفانكشن الجديده بتاعتي. لو انا عامل فانكشن وجيت عدلت فيها فبالتعديل بتاعها اما يجي يتنفذ يروح عامل دروب للفانكشن القديمه وينفذ الفانكشن الجديده اللي فيها التعديلات. فدي فايده الجزء بتاع اور ريبليس، لكن طبعا هو اوبشن. حبيت تحط اوكي، ما حبيتش مش مشكله. ثم بكتب كلمه فانكشن وبعدين بكتب الفانكشن نيم بتاعي. طيب الفانكشن زيها زي البروسيدير برضو، ممكن تاخد بارامترز وممكن ما تاخدش. لو انا عاوزها تاخد بارامترز عشان تعمل شغل عليها، فاذا هفتح قوسين وباصي البارامترز اللي انا متوقعها هنا والداتا تايبس بتاعتها. انا مش عاوزها تاخد بارامترز خلاص، فالجزء ده برضو اوبشن. واتفقنا مع بعض بقى ان اي جزء من الكود هلاقيه مكتوب بين القوسين المربعين دول معناها ان ده ايه يا جماعه؟ معناها ان ده اوبشن. اوبشنال عندك، عاوز تحطه اوكي، مش عاوز خلاص. اهم جزئيه بقى مش عاوزك تنساها هي الريتيرن. احنا اتفقنا ان الفانكشن لازم تريتيرن فاليو، فبكتب كلمه ريتيرن ثم بحدد الداتا تايب بتاع الريتيرن فاليو ده. يعني ايه داتا تايب؟ يعني مثلا الفانكشن دي اما تشتغل وهترجع قيمه، القيمه دي نوعها ايه؟ مثلا هترجع رقم يبقى نوعها نمبر، هترجع حروف مثلا يبقى نوعها كاركتر او فار كاركتر، هترجع تاريخ يبقى نوعها ديت وهكذا. فانا بكتب كلمه ريتيرن ثم بحدد نوع البيانات اللي انا هعمل له ريتيرن. ماشي؟ طيب وبعدين بكتب از او از، وبعدين الجزء دوت بتاع الديكلاريشن سيكشن، واتفقنا ان ده اوبشنال برضو. ده الجزء اللي انا لو محتاج اعرف متغيرات او فاريبلز استخدمها خلال الفانكشن فبعرفه في الجزئيه دي. ثم بيجن، اي كود هيتنفذ بيتحط بين بيجن واند، بيجن واند، وبكتب بينهم الكود اللي عاوز انفذه. برضو عندي الاكسبشن هاندلنج، ده اوبشنال سيكشن، ده ممكن يتحط وممكن ما يتحطش. ده لو حطيته بيبقى غرضه ان انا لو في اخطاء انا متوقعها فبحاول اعالجها في الجزء ده. ثم في الاخر جنب الاند انا عندي اختيار ان انا اكتب اسم الفانكشن او ما اكتبوش، برضو ده اوبشنال، واداه محطوط بين قوسين مربعين خلاص اتفقنا ان ده ايه؟ اوبشنال. طيب بعد كده خلينا ناخد مثال نطبق فيه الكلام. انا مثلا عندي بروبلم هنا صغيره اهي، بيقول لي اعمل لي فانكشن ذات اكسبت ذا هاير ديت اند ريتيرنز ذا امبلوي اكسبيرينس ان ييرز. يعني عاوز اعمل فانكشن ادي له تاريخ التعيين بتاع الموظف وهو يرجع لي عدد سنين الخبره. الفانكشن دي بسيطه خالص. اولا انا هقول كرييت اور ريبليس فانكشن، ده خلاص ده طبيعي. وسميت الفانكشن، انا هنا سميتها سيرفيس ييرز. بين القوسين هاخد بارامتر اللي هو انا سميته اتش ديت او الهاير ديت. الاتش ديت ده كبارامتر نوعه ايه؟ ان. احنا اتفقنا ان البارامترز كان فيه ثلاث انواع منها، ارجوك راجع الفيديو السابق لده. كان فيه ان بارامتر وفي اوت بارامتر وفي ان اوت بارامتر. فده ان لانه هيجي من الكولينج بروجرام، البرنامج اللي هيستدعي الفانكشن دي هو اللي هيباصي الفاريبل ده. وبعدين دي بتريتيرن نمبر، شفت بقى دي مهمه جدا، بتريتيرن نمبر. يعني ايه؟ يعني عدد السنين الخبره اللي انا هحسبها دي، مش دي رقم؟ يبقى انا هريتيرن قيمه الداتا تايب بتاعها ايه؟ نمبر. صح؟ وبعدين كتبت از، وبعدين عملت بدات تشتغل. فهنا انا عرفت فاريبل اسمه ييرز ليه؟ عشان احسب فيه عدد السنين. وبدات بجين قلت اليرز بتساوي كذا. ماشي؟ خلينا نكتبها على السيكوال. احاول افتح فايل اكتب فيه كود افضل بكتير. فانا اقول edit function مثلا 1، هبدا اكتب فيها create or replace اسم الفانكشن بتاعتي، اكتب طبعا create or replace function. اسم الفانكشن بتاعتي انا هسميها service underscore years. service underscore years دي هتاخد input parameter نوعه ان، ده داتا تايب بتاعه ديت، كمدخل من اليوزر. ماشي؟ شوف انا كنت هنسى هو، انت ما فكرتنيش، انا لازم اكتب هنا return
فدي هتريترن ايه؟ هتريترن عدد سنين الخبره اللي هي نوعها نمبر، صح؟ فهقول ريتيرن نمبر وبكتب كلمه از، ثم هعرف انا هنا فاريبل اسمه ييرز هستخدمه في اني احسب فيه عدد سنين الخبره، وبقول بيجن، ثم هقول بقى الييرز دي خليها بتساوي احسب عدد سنين الخبره ازاي؟ هجيب الفرق بين التاريخين، تاريخ اليوم اللي هو السيس ديت، سيستم ديت يعني تاريخ الماشين او تاريخ الكمبيوتر بتاعك، والاتش ديت اللي اليوزر بعته لي. طيب احسب ازاي الفرق؟ في فانكشن جاهزه اسمها مانثس بتوين، المانثس بتوين دي بتحسب لي الفرق بين التاريخين، فانا هقول مانثس بتوين السيس ديت والاتش ديت اللي اليوزر بعته لي هنا، صح كده؟ طيب الفرق ده هيطلع بايه؟ بالشهور، هيجيب لي كام شهر بين التاريخ ده والتاريخ ده، بس انا مش عاوز بالشهور ده، انا عاوز بالسنين. خلاص يبقى اقسم على 12 عشان اطلعهم بالسنين. طيب الرقم ده انا خايف يطلع فيه كسور، فانا لو عاوز اشيل الكسور يا جماعه اعمل ايه؟ في فانكشن اسمها ترانكيت، فاقول له اعمل ترانكيت للناتج ده والصفر، يعني شيل الكسور نهائيا من الايه الحسبه بتاعتي. تمام؟ فكده انا حسبت الفرق بين تاريخ اليوم وتاريخ تعيين الرجل وقسمته على 12 وحطيته في اللي اسمها ايه اليرز، واعمل اند. اهو شفت انت كنت هتغلط غلطه كبيره وبرضه ما فكرتنيش ان انا ما اعملهاش. ايه هي؟ ان اتفقنا ان الفانكشن لازم تريتيرن فاليو. فين الريتيرن فاليو بتاعتك؟ هتقول لي ما احنا كتبناها هنا. لا، احنا هنا حددنا ان الفانكشن هتريتيرن فاليو نوعها نمبر، لكن الريتيرن فاليو فين؟ اجي هنا قبل الاند واقول والله الفانكشن دي هتريتيرن، ها هتريتيرن ايه؟ برافو عليك اليرز، هتريتيرن الفاريبل اللي اسمه ييرز ده اللي فيه القيمه بتاعت عدد السنين بتاعت الخبره بتاعت الراجل. خلصت؟ هدوس سيف. اعمل تنفيذ ازاي؟ ات واكتب اسم الفايل اللي مكتوب فيه الفانكشن اللي هو فانكشن واحد. اهو قال لي فانكشن كريت. فانكشن كريتد معناها ايه؟ معناها ان الفانكشن بتاعتك حصل لها تيست، تلاقوا الكود بتاعها سليم وتم انشائها وحفظها في الداتابيز، وتحديدا في الداتا ديكشنري بتاع الداتابيز. طيب هيجي بقى الدور على السؤال اللي متعودين عليه، ازاي استدعي الفانكشن دي؟ الاجابه بمنتهى البساطه، انت عندك طريقتين للاستدعاء. اما تستدعيها بنفس الطريقه اللي استدعينا بها الصم، اما اشتغلنا مش انا قلت كده سيلكت الصم بتاع السالري فروم الجدول اللي اسمه ام، صح؟ فممكن استدعي الفانكشن بتاعتي دي بنفس الطريقه اللي استدعيت بها الصم دي، يعني وزن سيلكت ستيتمنت. ينفع؟ ينفع. ازاي؟ اهو تعال نجرب. انا هقول سيلكت الامبلوي نمبر مثلا، وخلينا كمان نحط الاي نيم، والهاير ديت، الهاير ديت ده اللي هو تاريخ تعيينه، صح؟ وكمان بقى هستخدم الفانكشن بتاعتي اللي اسمها سيرفيس اندرسكور ييرز. شوف بقى الفانكشن بتاعتي، خلي بالك اللي انا عاملها عشان تفيدني في المشكله بتاعتي انا. السيرفيس ييرز دي قال لك دي بتاخد انبوت اللي هو عباره عن تاريخ التعيين، خلاص انا هاخد لها تاريخ التعيين ده اهو الهاير ديت اللي هو كولوم في الجدول اللي انا بستخدمه ده. طيب الكلام ده فروم الجدول اللي اسمه ايه؟ ام. تعال نجرب كده اهو، شايف الجمال؟ اهو شايف راجل اهو تاريخ تعيينه يوم ايه؟ 17/12/80، صح؟ من 80 لدلوقتي كام سنه تقريبا؟ 31 سنه. شوف من 81 كام سنه تقريبا؟ 31. طبعا ده بالتقريب لان احنا عاملين ترانكيت. واضح يا شباب؟ خلاص. يبقى ادي بمنتهى البساطه الطريقه الاولى اللي انا بستدعي الفانكشن بتاعتي وزن سيلكت ستيتمنت، او من خلال اي دي ام ال ستيتمنت على فكره، يعني انا ممكن استخدمها في الابديت في الانسيرت ممكن. الطريقه الثانيه اللي انا اكون بستدعيها من خلال بلوك اوف كود، فانا هعمل ديكلير وهعرف مثلا فاريبل اسمه اتش ديت. وطبعا يا جماعه الفاريبل اللي انا بعرفه هنا في البلوك مش لازم يكون نفس الاسم بتاع الفاريبل اللي انا بعرفه في الفانكشن ده، انا بس كاتب كده عشان التسهيل.
ده نوعه ديت. طيب ثم هتعمل ايه؟ محتاج كمان فاريبل تاني اسمه years عشان استقبل فيه عدد سنوات الخبرة. ما احنا قلنا الفانكشن ليها ريتيرن فاليو، فانا هستقبل الريتيرن فاليو دي في ايه؟ فانا عملت لها فاريبل هنا عشان استقبلها فيه، فانا قلت دي نوعها نمبر. هعمل begin، هقول له لو سمحت اليرز دي خليها بتساوي ها اسم الفانكشن بتاعت، الفانكشن بتاعت اسمها ايه تفتكر؟ ها الفانكشن بتاعت اسمها ايه؟ الفانكشن بتاعتي، طيب اولا بس انا عاوز ادي الاتش ديت ده قيمه، عاوز ادي الاتش ديت قيمه، فانا هقول خلي الاتش ديت بيساوي 2 اندرسكور ديت عشان احول بس الحروف اللي انا بكتبها دلوقتي 03 مثلا 08 مثلا 2000 اهو، ده انا هحوله بالفورمات دي، فبقول ان دي دي ام ام هير 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 اهو، فانا كده اديت الاتش ديت ده قيمه. هقول بقى اليرز خليه يساوي اسم الفانكشن بتاعتي اللي هي اسمها سيرفيس ييرز. سيرفيس ييرز دي بتاخد انبوت بارامتر اللي هو عندنا مين، انا محضره الاتش ديت، برافو عليك اهو، فانا باصل الاتش ديت. يبقى كده ايه اللي هيحصل؟ اتكلم معايا كده هيحصل ايه؟ برافو عليك، سيرفيس يير دي انا استدعيتها باني باصيت لها الانبوت بارامتر ده اللي هو الاتش ديت، فهي هتاخده وتحسب فرق سنين الخبره من تاريخ الاتش ديت دوت لتاريخ النهارده، وتحط لي الناتج ده في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ ييرز. طيب لو انا عاوز اطبع الكلام ده، فانا ممكن اقول داتابيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوتبوت دوت بوت اندرسكور لاين، ثم اقول له اطبع لي اليرز. ماشي يا جماعه؟ طيب خلصت الكود بتاعك، هتعمل اند، خلصت عاوز تنفذ تعمل فورورد سلاش. هو قال لي سكسسفول كومبليت بس ما طبعش حاجه، ليه؟ لان هنا بس نسينا نعمل سيت سيرفر اوتبوت اون. طبعا احنا اتفقنا الجمله دي هي اللي بتطبع بتسمح بطباعه الايه الرسائل. بعد ما عملت كده لو نفذت تاني الكود فعلا قل 12 سنه. لو تاخد بالك الراجل متعين سنه 2000 زي ما انا باعت، يبقى فعلا الفرق من تاريخ النهارده و2000 حوالي 12 سنه، صح؟ ادي بمنتهى البساطه الفانكشن واستدعائها. ايه ممكن استدعيها من اي دي ام ال ستيتمنت، بس في شويه ريستريكشن كده هنتكلم عليها شويه، او في بعض القيود في الحته دي، او استدعيها من اي سيلكت ستيتمنت، او ان انا استدعيها من خلال الكود اللي انا بكتبه بلوك اوف كود عادي خالص. طيب هل ممكن الفانكشن بتاعتي تحتوي على اوت بارامتر او ان اوت بارامتر؟ الاجابه نعم، احنا اتفقنا الفانكشن زي البروسيدجر بالظبط، تقبل ان بارامتر، تقبل اوت بارامتر، تقبل ان اوت بارامتر. مثلا شوف المثال ده، الفانكشن اللي احنا عملناها بتاعت السيرفيس ييرز كانت بترجع سنوات الخبره او سنوات الخدمه في الشركه ان ييرز، صح؟ بعدد السنين، بعدد السنين. هنا طلب مني ان اعدلها بحيث ترجع لي عدد سنوات الخبره بالسنين وبالاسابيع. اذا الفانكشن بتاعتك دلوقتي مطالبه ان هي تعمل ريتيرن لتو فاليوز. الفانكشن عندنا بتريتيرن وان فاليو. اذا الفاليو الثانيه او المعلومه الثانيه هرجعها ازاي لليوزر؟ هرجعها باستخدام اوت بارامتر اسمه ويكس. تمام؟ طيب تعالى نعدل الفانكشن اللي احنا كتبناها بحيث نخليها تقبل اوت بارامتر. ادي الكود بتاعي اهو، كل اللي هعمله ان اجي ازود الويكس كاوت بارامتر، ده نوع نمبر، وهاجي هنا انا كده كنت حسبت المانثس بتوين، طلعت لي عدد الشهور وقسمتها على 12 عشان اطلع عدد سنين الخبره بالسنين. فدلوقتي لو انا عاوزها بالاسابيع فاقول كده خلي الويكس، الويكس ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو الاوت بارامتر ده، خلي الويكس بيساوي نفس الكلام، نفس الكلام هنا اهو، لكن بدل ما انا كنت بقسم على 12 لا ده انا هضرب في كام؟ برافو عليك، هضرب في 4 عشان اطلع الكلام ده بالاسابيع. خلصت، هقفل الكود بتاعي
وهرجع هنا اعمل execute للفانكشن. فقال لي الفانكشن created. اذا دلوقتي انا اجريت التعديل على السيرفيس ييرز بحيث تقبل متغيرين او تقبل تو بارامترز، ان بارامتر اللي هو الهاير ديت والاوت بارامتر اللي هو الويكس. فهاجي هنا اعمل ديكلير وبقول والله انا عاوز اعرف اتش ديت ده نوع ديت، وممكن اديله قيمه دلوقتي زي ما اتفقنا قبل كده، اقول ان هو عباره عن تو ديت، وادي القيمه اللي انا عاوزها، اقول مثلا التاريخ بتاع 3/8 مثلا او 3 اهو 2000 وليكن، واحط الفورمات اللي انا عاوزها. فانا الفورمات بتاعتي اهي تمام. وكمان هقول انا محتاج فاريبل اسمه مثلا ويكس. طبعا احنا اتفقنا قبل كده كتير ان يا جماعه اسم المتغير اللي هنا في البلوك اللي انا بكتبه هنا او الفاريبل اللي بكتبه هنا في البلوك بتاع البي ال اس كيو ال مش لازم يكون بنفس الاسم بتاع البارامتر اللي انا عامله في الفانكشن، مش لازم ابدا. انا بعمل كده بس للتسهيل او للتوضيح. وده نوعه نمبر، وهعمل فاريبل تاني وليكن مثلا اسمه ييرز عشان استقبل فيه عدد سنوات الخبر. بعد ما عرفت الفاريبلز هقول بيجن، هقول خلي اليرز ده بيساوي اسم الفانكشن اللي عملتها اللي هي كان اسمها سيرفيس اندرسكور ييرز، وهقول له انت بتاخد انبوت بارامتر اللي هو الاتش ديت، فخد الاتش ديت اهو كانبوت بارامتر مني، وكمان بتاخد الويكس ده كاوت بارامتر فاهو هبصيه. يبقى انا كده ايه اللي حصل؟ انا استدعيت السيرفيس ييرز اللي هي الفانكشن بتاعتي، بتاخد ان بارامتر اهو بعته، وبتاخد اوت بارامتر اهو انا بعته كمان. الناتج من هنا من استدعاء الفانكشن دي او الريتيرن فاليو هتتحط في الفاريبل اللي اسمه ايه؟ ييرز. هاجي هنا انا عاوز اطبع الكلام ده عشان اشوفه. داتابيز مانجمنت سيستم اوتبوت دوت بوت اندرسكور لاين، وهقول اطبع لي الييرز، وكمان عاوز اطبع الويكس. اخدها هي هي اهي، واقول عاوز اطبع الويكس اهو، ولو خلصت هعمل اند واقفل فورورد سلاش. فهو قال لي سكسسفول كومبليتد، لكن ما طبعتش لان احنا بس نسينا نعمل سيت سيرفر اوتبوت اون. لو جيت عملتها تاني اهو هيطلع فعلا 12 سنه من سنه 2000 ل 2012 12 سنه، وعدد الويكس اللي في 12 سنه هو 581. طيب الملحوظه اللي عاوزك تاخد بالك منها هنا، لو انت مستخدم اوت بارامتر في الفانكشن بتاعتك ما تقدرش تستدعيها من خلال سيلكت ستيتمنت. يعني انا لو حبيت استخدم سيلكت ستيتمنت عشان استدعي السيرفيس ييرز دي هيقول لي ايرور. يبقى دي رقم واحد من ضمن الريستريكشنز اللي عندك. لو انت مستخدم اوت بارامتر او ان اوت بارامتر ما تقدرش تستدعيها من خلال دي ام ال ستيتمنت او من خلال سيلكت ستيتمنت. خلاص واضح؟ تمام. طيب هل يمكن الفانكشن بتاعتي انها تحتوي على دي ام ال ستيتمنتس؟ يعني تقدر ينفع في الفانكشن بتاعتي اعمل انسيرت او ابديت او ديليت على تيبلز؟ الاجابه يس تقدر. طيب بس في الحاله دي برضو انت بيبقى عندك بعض الريستريكشنز. عشان نلخص الريستريكشنز دي خلينا نبص هنا على الريستريكشنز بتاعت الستورد فانكشنز. اولا when a function is called from within a query or DML statement the function cannot have out or in out parameters. ده اللي احنا لسه قايلينه. لو انت هتستدعي الفانكشن بتاعتك من خلال select statement او DML statement ما تقدرش يبقى فيها اوت بارامتر او ان اوت بارامتر. في الحاله دي يبقى انت ما قدامكش حل في استدعاء الفانكشن غير الاسلوب اللي احنا اتبعناه ده، اللي احنا عملنا بلوك اوف كود واستدعينا الفانكشن بتاعتنا. طيب الريستريكشن الثاني when used in select statement، لو انت هتستخدم الفانكشن بتاعتك دي في select statement they cannot contain DML. يبقى انا لو الفانكشن بتاعتي هستدعيها من خلال select statement او انا مخطط كده ان انا هستدعيها فقط من خلال select statement
اذا ما ينفعش تحتوي على دي ام ال ستيتمنت. يعني ايه؟ ما ينفعش يكون فيها انسرت او ابديت او ديليت. طيب when used in update or delete، لو هتستخدم الفانكشن بتاعتك في update statement او delete statement، they cannot select or perform DML on the same table. معنى ايه الكلام ده؟ لو انا عامل جملة update او جملة delete على table معين، وحبيت استخدم في جملة update دي او جملة delete دي function من اللي انا عاملهم، الفانكشن دي ما تقدرش تعمل select او ابديت او ديليت او انسرت على نفس التيبل اللي انا بشتغل عليه دلوقتي. خلاص واضح يا جماعه؟ يبقى انت من حقك يبقى الفانكشن بتاعتك فيها انسرت وابديت وديليت. لكن لو انت الفانكشن دي هتستخدمها في ابديت او ديليت ستيتمنت على نفس الجدول ما ينفعش. خلاص واضح؟ يبقى بكده احنا انهينا كلامنا عن الفانكشنز، وملخص كلامنا ان الفانكشن زيها زي البروسيدر بالظبط، تقدر تاكسبت بارامترز، تقدر تاخد ان بارامتر اوت بارامتر ان اوت بارامتر. استدعائها بيتم باستخدام السيلكت ستيتمنت او من خلال بلوك اوف كود. الفرق الوحيد والجوهري بين الفانكشن والبروسيدير ان انا الفانكشن لازم تريتيرن فاليو. ارجو ان الموضوع يكون